قتل 25 عنصرا على الأقل من أفراد الشرطة، وأصيب آخرون في غارة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وقعت على مقر للشرطة في صنعاء يسيطر عليه المتمردون الحوثيون. مسؤول محلي أكد أن الضربة الجوية أدت إلى انهيار جزء من المقر المؤلف من طبقتين، كما أصابت مسجدا اعتاد أفراد الشرطة على المبيت فيها. وسارعت فرق الإسعاف إلى البحث تحت الأنقاض ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية. أعمال العنف في اليمن أوقعت منذ أذار مارس حتى نهاية عام 2015 نحو 6000 قتيل، بينهم حوالي 3000 مدني وفقا لأجهزة الأمم المتحدة.